العراقيين عندهم بعد روح المشاركة؟ موجودة روح المشاركة؟ طبعا كل واحد له مشاركة. انت عندك روح المشاركة؟ اذا مشاركة حلوة شاركها ويا اصدقائي جواريني شارك بيها. صديقات تشاركيهم بالمعلومات؟ ما عندك معلومة مفيدة تحسين انه انت تشاركيهم بيها؟ طبعا مفيد العالم وياهم. مفيدين العالم يعني تحسين انه فد شيء مفيد انه واحد يشارك الله؟ اي طبعا شيء حلو. احنا كعراقيين عندنا روح مشاركة؟ طبعا عندنا روح المشاركة. شلون؟ العراقيين معروفين بالمشاركة، يعني مثلا اذا هو حتى اكو مقولة معروفة انه زكاة العلم نشرة، اذا واحد يعني كان عنده فد معلومة معينة فاذا واحد طلبها من عنده مستحيل تلقين عراقي ما يشارك هالمعلومة لغيره، يعني الا يكون هو اناني او عنده نوع من العنصرية او فد شيء. بس الغالبية انانية لو يشاركون؟ لا الغالبية اللي اشوفهم اني وين ما بالكلية بالجامعة بالحياة اليومية حتى اللي مو الا متعلمين او مثقفين هم يحبون المشاركة هاي باي شيء، يعني مو الا المعلومة. تحسين انت عندك العراقيين عندهم روح المشاركة؟ طبعا يعني انه اذا يكون عندي معلومه وعند وحده من البنات معلومه تشاركني بها واشاركها بها، هو لازم هذا الشيء واحد يتعلم من الثاني. يعني انت بطبيعتك انه انت من عندك معلومات تشاركيها ويا صديقاتك؟ طبعا طبعا اكيد، لانه يجوز تفيدها ويجوز تفيدني انا، ومعلومتي غلط معلوماتها غلط واحده صححها الثانيه.